بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلاب الفرقة الرابعة شعبة محاسبة، إن شاء الله بنستكمل النهاردة محاضرات مادة إدارة المشروعات الصغيرة. إن شاء الله هنتناول النهاردة أحد الموضوعات الهامة في المقرر، وهو موضوع تمويل المشروعات الصغيرة. يعني إيه تمويل المشروعات الصغيرة؟ يعني إمداد المشروعات بالأموال اللازمة للقيام بنشاطها، سواء من موارد ذاتية أو من موارد خارجية. بيعتبر تمويل المشروعات الصغيرة من الموضوعات بالغة الأهمية، واللي بتهتم بيها جميع دول العالم، من أجل العمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، من أجل العمل على نجاحها. مصادر تمويل المشروعات الصغيرة بتعني المصادر التي توفر الأموال اللازمة للمشروع لأداء نشاطه. بتنقسم إلى التمويل الذاتي والتمويل الخارجي. التمويل الذاتي أولا بنتناوله بالتفصيل. يعني إيه تمويل ذاتي؟ يعني إن التمويل بيتم عن طريق الأموال الخاصة بصاحب المشروع. يعني صاحب المشروع هو اللي بيقوم بتمويله بصورة منفردة من أمواله الخاصة. في الحالة دي يكون المشروع مشروع فردي. بيدخل أيضا في نطاق التمويل الذاتي للمشروع وجود مجموعة من الشركاء في المشروع. كمان بيدخل في نطاق التمويل الذاتي قيام صاحب المشروع، سواء فرد أو مجموعة من الأفراد، بتمويل مشروعهم من خلال استخدام الأرباح المحتجزة. يعني إذا كان المشروع ده مشروع قائم بالفعل وبيحقق أرباح، ففي حالة إني أستخدم الأرباح دي في تمويل المشروع، ده أيضا بيعتبر من التمويل الذاتي. في بعض الحالات صاحب المشروع لا يستطيع تمويل مشروعه ثانيا. التمويل الخارجي أو التمويل بالاقتراض. في الحالة دي بيحصل المشروع على التمويل اللازم له عن طريق الاقتراض من مصادر خارجية، وبتنقسم إلى قروض الأقارب أو الأصدقاء أو غيرهم. الحاجة الثانية الائتمان التجاري والائتمان المصرفي، اللي هي القروض اللي بيحصل عليها المشروع من البنك، وقروض الهيئات والمؤسسات المتخصصة. بنلاقي إن فيه عدد كبير من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في كل دولة اللي بتقوم بتمويل المشروعات الصغيرة. بيدخل أيضا في نطاق التمويل الخارجي تمويل البنوك الإسلامية، والبنوك الإسلامية بيكون لها طرق في التمويل بتختلف عن طرق تمويل البنوك التجارية. بنتناول دلوقتي مجموعة أخرى من مصادر تمويل المشروعات الصغيرة، بيطلق عليها مصادر التمويل المستحدثة. اللي تناولناها من شوية دي كانت مصادر تمويل تقليدية، لأنها مصادر معروفة من فترات طويلة، سواء كان التمويل الداخلي للمشروع اللي بيطلق عليه التمويل الذاتي، أو سواء كانت مصادر خارجية بتقوم بإقراض المشروعات الصغيرة. أما عن المصادر المستحدثة فجاءت من منطلق الاهتمام العالمي بالبحث عن بدائل مختلفة ومتنوعة لتمويل المشروعات الصغيرة من أجل توفير التمويل اللازم لها. بنبدأ بأول مصدر من مصادر التمويل المستحدثة، وهو التأجير التمويلي. من خلال التأجير التمويلي فالمشروع ببساطة شديدة بدل ما يقوم بشراء الأصل بيقوم باستئجاره، وبيتم سداد قيمة إيجارية محددة للمؤجر كل فترة زمنية مقابل استخدام هذا الأصل. المصدر الثاني من مصادر التمويل المستحدثة للمشروعات الصغيرة هو رأس المال المخاطر، ويطلق عليه أحياناً رأس المال الجريء أو رأس المال المغامر، لأنه عبارة عن رأس مال بيتم توجيهه لاستثمارات مرتفعة المخاطر في نفس الوقت اللي بيكون ليها احتمالات كبيرة للنجاح وتحقيق أرباح مرتفعة في فترات مستقبلية. للمزيد من التوضيح عن مفهوم رأس المال المخاطر،
كأحد المصادر المستحدثة لتمويل المشروعات الصغيرة بلاقي إنه عبارة عن مصدر لتمويل المشروعات الاستثمارية عموماً بواسطة شركات بيطلق عليها شركات رأس المال المخاطر. المصدر ده من مصادر التمويل لا يقوم فقط على تقديم الأموال كما هو الحال في الائتمان المصرفي، لكنه بيقوم على أساس المشاركة. يعني شركات رأس المال المخاطر بتدخل كشريك في المشروع، وده بيكون بدون أي ضمانات. يبقى إذن بنلاقي إن الشركات دي بتخاطر بأموالها، وحنعرف دلوقتي ليه بتخاطر بأموالها وبتدخل كشريك في مشروعات استثمارية عالية المخاطر. طبعا ممكن يدور في أذهاننا دلوقتي ليه شركات رأس المال المخاطر بتقوم بتمويل استثمارات عالية المخاطر واللي منها المشروعات الصغيرة. طبعا هي بتقوم بتمويلها، بتدخل فيها كشريك، بتقوم بتقديم جميع أنواع الدعم لهذه المشروعات من حيث الدعم المالي والفني والإداري. طيب ليه هي بتقوم بتمويل هذه المشروعات بدون أي ضمانات؟ هي الفكرة بالنسبة لشركات رأس المال المخاطر إن هي بتقوم بتمويل مشروعات ذات فرص نمو كبيرة. يعني هي في نفس الوقت اللي هي بتكون مشروعات عالية المخاطر، لكن بيكون عندها فرص نمو كبيرة وبيكون في احتمالات كبيرة لنجاح هذه المشروعات. ومن هنا بتقوم هذه الشركات بتقديم التمويل اللازم لهذه المشروعات، وفي حالة نجاحها بتقوم باسترداد التكاليف اللي قامت بدفعها، وكمان بتقوم بالحصول على أرباح مرتفعة مقابل هذه المخاطر المرتفعة التي تعرضت لها. بنلاقي عندنا هنا ملحوظة هامة، هي إن شركات رأس المال المخاطر بترغب في الحصول على أرباح وعوائد مرتفعة مقابل تمويل المشروعات الصغيرة ذات المخاطر المرتفعة، حيث تقوم بتمويل هذه المشروعات بدون ضمانات. يبقى إذن هذه الشركات أو هذا المصدر من مصادر التمويل المستحدثة بيكون باهظ التكلفة بالنسبة للمشروع الصغير. بننتقل دلوقتي للحديث عن مصدر من المصادر الهامة المستحدثة لتمويل المشروعات الصغيرة، وهو بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هي عبارة عن أسواق مخصصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة أو المشروعات الصغيرة والآخذة في نمو رأس مالها، ولكنها غير مؤهلة لدخول أسواق المال الرئيسية التي تمول المشروعات كبيرة الحجم، لأن المشروعات كبيرة الحجم بيكون عندها إمكانيات كبيرة لدخول أسواق المال الرئيسية اللي بيكون لها متطلبات خاصة من حيث شروط القيد والإفصاح بهذه الأسواق. هناك العديد من المزايا التي تحققها بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المشروعات وكذلك للاقتصاد القومي ككل. عرفنا إنها بتوفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل اللازم لها من خلال قيام هذه المشروعات بإصدار أوراق مالية وطرحها في البورصة، ومن هنا بتستطيع إنها تحصل على التمويل اللازم لها. فبنشوف من خلال ده إنها بتحقق العديد من المزايا للاقتصاد القومي ككل، بالإضافة للمزايا اللي بتحققها لهذه المشروعات. فبالنسبة للمزايا اللي بتحققها للاقتصاد، بلاقي إنها بتعمل على دمج هذه المشروعات، والتي تعمل في القطاع غير الرسمي بتعمل على دمجها في الاقتصاد الرسمي. كمان بلاقي إن هذه البورصات بتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فهذه المشروعات عندما تقوم بطرح أوراقها المالية في سوق المال أو في هذه البورصات، بتستطيع أنها تحصل على التمويل اللازم لها وتجذب استثمارات أجنبية في نفس الوقت، لأن عادة بتكون المشروعات الصغيرة اللي بتستطيع القيد في هذه البورصات بتكون مشروعات لها فرص نمو كبيرة وبتكون مشروعات واعدة.
أما عن المزايا التي تحققها بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المشروعات، فبلاقي إن من أهمها توفير مصادر تمويل إضافية محلية وأجنبية لهذه المشروعات، وده اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. بالإضافة إلى ذلك، فبلاقي إن البورصات بتعمل على دخول مستثمرين جدد كشركاء، مما يعمل على رفع كفاءة إدارة هذه المشروعات وزيادة فعالية الأداء بها. كمان بلاقي إن هذه البورصات بتساعد على تحديد قيمة عادلة للمشروع الصغير أو المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فبنجد إن هذه البورصات بتساعد المشروع على الحصول على فرص تمويل، على فرص أفضل بالنسبة لمصادر التمويل الأخرى، وده نتيجة السمعة أو الشهرة اللي بيحصل عليها المشروع نتيجة قيده في البورصة. بنتناول الآن أحد المفاهيم الهامة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وهو هيكل التمويل المناسب. بيعني إيه هيكل التمويل المناسب؟ بيعني اختيار وتحديد مزيج مصادر التمويل التي يستخدمها المشروع الصغير والتي تتناسب مع المرحلة التي يمر بها في دورة حياته. أي مشروع صغير بيكون أمامه العديد من مصادر التمويل، سواء مصادر التمويل التقليدية أو مصادر التمويل المستحدثة. فإدارة المشروع يجب أن تحدد مزيج هذه المصادر، أو المصدر اللي هتعتمد عليه في تمويل المشروع، أو مجموعة المصادر اللي هتستخدمها في تمويل هذا المشروع. ويجب أن تكون هذه المصادر بتتناسب مع المرحلة التي يمر بها المشروع في دورة حياته. طبعاً القرار الخاص بتحديد هيكل التمويل المناسب بيعتبر من القرارات الهامة جداً في المشروع الصغير، والحقيقة إن القرار ده بتأثر عليه العديد من العوامل. من أهم هذه العوامل هو مدى توافر مصادر التمويل المختلفة، وهيكل الاستثمارات في المشروع، وتكلفة كل مصدر من مصادر التمويل، وكذلك درجة المخاطر المصاحبة لكل مصدر، وأيضا مدى السيطرة وإحكام الرقابة على المشروع في حالة استخدام كل مصدر.